لو الحكاية فيها إن فيتو هم الطبقة شبوه برضو كده أيوة عم اسمك إيه طريق انت مش لسه خير طريق طريق للدهان يا خلاص بس بس أنا بره دي معايا يا ابني خلاص معايا عم اسمك إيه أنا حاسس معايا عمي أشرف معهم أشرف معهم بس خلاص بقى جدعان وقف هناك ايوه بقى جدعان وقف هناك وقف هناك عمر احمد يلا يلا يا عمرو يلا يلا يا عمرو يلا يا جماعه ايه حاجه تاني يعني اخر اليوم يا باشا يعني اخر اليوم ممكن اخر استاذ علي كده في دي بكره احنا مشاركين الناس كلها اللي معاها كارنيهات خلاص معاها كارنيهات يعني في ايه طب يعني احنا بقى عندي نمر ثانيه نسكن احنا بقى في طب انا بقول اهو خلاص انا خدت منك ورقك شكرا كنت عايز انا كنت مقدم فوت البتاع بس على بس باشا بقول لك ايه هو قالوا ان شاء الله هذا خلص لا شو تزعل خلنا خلنا حد نجيت خلنا بوكسة ماشي خلاص بقى كده معانا ماشي سلام محمود صور البطاقة فين حسن صور البطاقة كده 20 واحد هم خلاص بص على ده لا خلاص يلا جدعان خلاص يلا جدعان ترني ايه مفيش كرنيهات هنا مفيش كرنيهات معيش كرنيهات يا عم بتاعك اهو ما تقولوش ليه يا عم رامي انا اديت له قال لي هنا ماشي ماشي قول له عادي خلاص بقى خلاص خلاص كده لسه بصور الحاجه اللي صورها يا عم رامي صور هنا وصور هنا بقى لا مش فاضي او مش في دماغه موضوع البياع هو راجل قاعد بيحل مشكله وهو في قلب مكتبه ما يعرفش البياع ده بياكل منين بيشرب منين بيصرف منين بيعمل ايه ما يعرفش حتى عياله ديت بياكلوا ولا يشربوا منين لان هو قاعد هو مستوى تاني خالص غير الناس دي يعني ممكن صعب انا مش مقدرين ان هم يجيبوا لنا مكان يجيبوا لنا مكان نشتغل فيه ونروح كل يوم اكل عيش لعيالنا احنا مش مقدرين على المكان مش مقدرين ان هم يجيبوا لنا مكان غير التحقيق بس مكان يبقى معايا يعني مكان نعرف ناكل منه عيش فين نلاقي ناس جايه تشتري مننا كل فرش في مترين ياخد نص متر نص متر انا عايز حتى نص دي ايوه والله لو مكان صغير ماشي وغير عايز برضه حتى نص متر زي دي ممكن على جنب فين هو يا عم لا